الوان موسيقيه متعدده باش هكذا نرضيو كل الاذواق. قبل ما توجد السي رشيد نرجعوا للعزيز ولد حلوي، شنو جاي في الطريق اخي؟ مرحبا. شنو جاي في الطريق؟ شنو تسجيل؟ اش فيديو كليب؟ اش مهرجان؟ اش من تشكيس عليا بشويه باش نعطيك انا بشويه سير قول كتزرب عليا ما كنلقى ما نقول. مرحبا. شو ما تزربش على الضيوف مشات لك الحلقه ياك لا ضروري هذيك لعبه خويا في عمره مشيت نعم اه وي تبقى شاد الحمد لله. كسيراتور واحد كاين واحد العمل غيكون شعبي مع واحد الفنانه شعبيه حاجة سعاد كانت رائده من رواد الاغنيه الشعبيه عرفتها السي حمدي الدكاليه العيطه المرساويه وداك الشيء، وحاولنا اننا نردوا الاعتبار يعني للشيخه كما كنقولوا وباش ما يبقاش هذيك النظره اللي كانت من قبل دونيه. والحمد لله اننا دابا حنا غاديين في المسار الصحيح كما كيقول يعني نشوف هناك اعمال اخرى كاين هذا العمل مع الفنانه يعني غيكون مرساوي 100% وكاين اعمال اخرى كاين غيكون سينجل بعنوان شنو ذنبي ومورا كاين اعمال فنيه اخرى ان شاء الله. توفيق الله يدار الله يكمل عليك بخير. تبارك الله راه تم رجعنا الحضور ديالك فيها راه مزيان بارابور الفنانين صافا بارابور الفنانين الاخرين راه واحد المجموعه تيكونوا محرومين من الحمد لله هو الابداع شيء كل ما كتبدع عرف تكون على يقين انك غادي توصل لاي مبتغى. واللي زوين فيكم انك راه ما تتغنيوش غير الشعبي بوحدو تغنيو حتى الخليجي ومازال غنسمعك في الخليجي. سبريتي عندي ما كنغنيش الخليجي. تغني الخليجي. ها هي مكتوبه هنايا الشرقيه والخليجيه. انا ما قلت انتوما اللي قلتوا. بغيت بدي الصداع ماشي واحد. لا بدا نعاودوا النوع. سير سيدي رشيد فقتنا لرشيد.